بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نوضح كيف يمكن إنشاء تطبيق ذو نوافذ متعددة مع أزرار تنقل بين هذه النوافذ أسفل النافذة. قبل البدء في كتابة الكود يجب تثبيت المكتبتين التاليتين. بنفتح نافذة التيرمينال وبنكتب الأمر التالي: pip install kv والمكتبة الثانية kv material design، وبنضغط مفتاح الإدخال. وهنا يجب أن يكون السيستم متصل بالإنترنت لكي يتم تثبيت هاتين المكتبتين. بعد التأكد من تثبيت هاتين المكتبتين بغلق نافذة التيرمينال، وهنا عندي ملف سوف استخدمه به صور للكاميرا والمايك والواي فاي. دي صور PNG Transparent، ممكن ان انا استخدم اي انواع اخرى من الصور. بفتح هنا التاب الخاص بالبروجيكت، وهنا بنجد مسار البروجيكت مفتوح امامي. هنا البروجيكت باث، بضغط كنترول وبتجه الى هذا الفولدر المجلد الموجود بداخله الصور التي سوف استخدمها، وبتجه الى البروجكت باث. بجد ان هنا المجلد مع الصور تم وضعها داخل مسار المشروع. داخل المجلد ايمجز بيوجد صورة للكاميرا cam.png، وصورة للمايك mic.png، وصورة للواي فاي.png. بعدها نبدأ في كتابة الأكواد التالية. بنبدأ هنا from kv.lang import builder، وبعدها from kv.materialdesign.application import material design application، وبعدها ننشئ متغير هنا لكيفي declarations الخاص بتصريحات نص كيفي. طبعا ممكن انشئ هذه التصريحات اللي هي كيفي ديكلاريشن في ملف مستقل، واضع الامتداد الخاص به هو كيفي كما ذكرت في حلقة سابقة، او ممكن هنا لو الاكواد بسيطة بكتب كيفي ديكلاريشنز تصريحات الكيفي في متغير داخل متغير، وده اللي هعمله وادمجه مع الملف الرئيسي. بنكتب هنا المتغير كيفي يساوي واضع 3 apostrophes، وأبدأ هنا في أول تصريح بكتب هنا Material Design Screen، أي هذا التصريح هيكون عندي نافذة عبارة عن مجموعة من الويدجتس. بعدها ببدأ في وضع أول ويدجت عندي وهو Material Design Bottom Navigation. بعمل هنا لوحة سأضع عليها أزرار في الأسفل لكي يمكن التنقل بين النوافذ. طبعا بكتب اسمها هنا Material Design Bottom Navigation. ببدأ بعد كده في وضع البروبرتيز الخصائص الخاصة بهذه البانيل. أول خاصية أنا بضغط انتر مع تاب، وبكتب هنا البانيل underscore color وأضع كله، وأكتب هنا نسبة الشفافية الأوبيسيتي، وبعدين بكتب هنا نظام الألوان على GPR. طبعا G معناها green، B blue، R red. طبعا جعلت هنا الخاصية G أي green 0 وبلو 0 وريد احمر، هنا وضعتها 1 اي نسبة 100%، 1 معناها 100%. ممكن تضع هنا ميكس خاص بالالوان من 0 الى 100%، يعني ممكن تضعها على شكل نسب. بعدها بنحدد هنا لون التكست الخاصية الثانية البروبريتي الثانية، فبنكتب هنا تكست اندرسكور كولر اندرسكور اكتيف وكله، وبعدين اضع ايضا نسبة الاوبيسيتي العتامة الدي اي، وبعدين اضع هنا الالوان ايضا بنظام جي بي ار. وممكن تضع اي خليط من الالوان وتحدد اللون اللي حضرتك عايزه من 0 حتى 100% لكل بند. بعدها هنا بضع اول ويدجت هنا عندي داخل الباتوم نافيجيشن، فاول ويدجت عندي هيكون
ماتيريال ديزاين باتوم نافيجيشن ايتم، يعني ده اول بند ساضعه على هذه اللوحه، وهو هيكون عباره عن زر صغير ساضعه على هذه البانل. طبعا بنرمز ليه بماتيريال ديزاين باتوم نافيجيشن ايتم، يبقى اللوحه الرئيسيه برمز لها بماتيريال ديزاين باتوم نافيجيشن. وطبعا انتبه هنا والاحظ الحروف الكابيتال، التزم بالحروف الكابيتال. بعدها بحدد البروبرتيز الخاصه بهذا الايتم، هذا الايتم اللي انا بقصد به ماتيريال ديزاين باتوم نافيجيشن ايتم. فاول خاصيه هنا بنحددها خاصيه النيم، بنضغط انتر مع مفتاح تاب ونتحرك ونكتب هنا البروبرتي الخاصيه الخاصه بالنيم وبين سينجل كودز، بكتب على سبيل المثال سكرين 1 النافذه الاولى. بحدد ثاني خاصيه هنا وهي التكست، وبكتب هنا كاميرا، اي النص اللي هيظهر على هذا الزر او على هذا الايتم هيكون مكتوب عليه كاميرا بين سينجل كودز. ثالث خاصيه هنا بحدد الايقونه. طبعا الازرار حاليا عشان احنا بنستخدم الجرافيكال يوزر انترفيس، طبعا السمه الغالبه ان احنا بنستخدم الايقونات على الازرار، فبنضع هنا الايقونه بين سينجل كودز كاميرا. طبعا هذه الايقونه هي ايقونات بلت ان موجوده داخل كيفي ماتيريال ديزاين، هو هيستدعيها اوتوماتيك. طبعا ممكن اعمل كاستمايز لهذه الايقونه واضع الايقونه داخل ملف الصور واقوم باستدعائها، ده لو حبيت ان انا استخدم ايقونات خاصه بي. بعد هذه البروبرتيز الخاصه بالايتم، بعد كده ابدا في تحديد الويدجتس اللي هضعها داخل سكرين اعلى هذه البانيل، فبضع ليبل، فبكتب هنا ماتيريال ديزاين ليبل. طبعا هنا دي الماتيريال ديزاين ليبل ساضعها على السكرين على النافذه، وطبعا الليبل ده احدد خصائصه والنص الظاهر عليه. فاول خاصيه هنا هي طبعا الخاصيه الاساسيه للليبل وهي تكست، وبكتب هنا في التكست بين سينجل كودز يو هاف سيلكتد كاميرا، لقد اخترت الكاميرا. بعد كده بحدد البوزيشن الخاصه بهذا الليبل، لان الليبل ممكن يظهر في التوب في الباتوم في السنتر في اي مكان له مكان محدد، فبحدد هنا من خلال خاصيه البوزيشن اندرسكور هنت، فبحددها هنا على شكل ديكشنري. طبعا بضعها داخل كيرلي براكتس، اول كي عندي وهو سنتر اكس يعني المنتصف على المستوى الافقي، بحدد هنا سنتر اكس في المنتصف، وطبعا نسبة التحرك او نسبة الازاحة 90 من 100. وطبعا تاني كي عندي هنا باخد كومة وبكتب تاني كي سنتر واي، اي هنا مقدار الازاحة على المستوى العمودي هيكون 95 من 100، اي موجودة توب في اعلى النافذة. بعدها بحدد هنا الايمج وهو عنصر الصورة اللي هتظهر عندي على السكرين. طبعا بحدد هنا في خاصية السورس مصدر الصورة، فالمصدر هنا هيكون من داخل المجلد images، وطبعا المجلد images وضعت به داخل ثلاث صور، فبختار هنا صورة الكاميرا وهي cam.png. ممكن تستعين بأي صور أخرى وأي امتدادات أخرى، ولكن هنا عملت صور cam، صور transparent شفافة، الصور الشفافة بستخدمها بامتداد png لكي تحتفظ باللون الخلفي للنافذه والسيمه الاصليه للكلاس عندي. ابدا اكرر نفس الايتم هنا عده مرات مع اي ازرار او اي شاشات اريد ان اضيفها، يعني لو عايز اضيف شاشتين يبقى اكرر هذا الايتم مرتين، لو عايز اضيف ثلاث شاشات او ثلاث نوافذ بكرر هذا الايتم ثلاث مرات وهكذا. يبقى ببدا في وضع الايتم الثاني، فبنكتب هنا ماتيريال ديزاين باتوم نافيجيشن ايتم، وابدا في وضع نفس الخصائص ولكن مع تغيير قيم هذه الخصائص، يعني النيم يكون سكرين 2 والتكست يكون مثلا مايكروفون والايكون مثلا مايكروفون. وطبعا الايكون دي بلت ان موجوده داخل الكيفي ماتيريال ديزاين، هو هيستدعيها اوتوماتيك. ولو عايز تعمل ايكون كاستمايز مخصصه لك عادي، ممكن تضعها داخل مجلد الايمجز باي امتداد هنا وتستدعيها بنفس الاكستنشن، لا توجد اي مشكله. بعد تحديد الايقونه ابدا في وضع ايضا الليبل،
فبكتب هنا ماتيريال ديزاين ليبل، وطبعا الليبل هو عباره عن ملصق او تيكت يوجد على النافذه، بكتب داخله نص لكي يوضح الغرض من النافذه او الغرض من الاداه اللي انا بستخدمها. بكتب هنا التكست، ودي اول خاصيه له، وهي دي الخاصيه الرئيسيه، بنضعها بين سنجل كودز. وبنكتب هنا يو هاف سيلكتد مايكروفون، لقد اخترت مايكروفون. بعدها بحدد هنا مكان الليبل ده هيكون فين على النافذه، بكتب هنا بوزيشن هنت سنتر اكس، طبعا هنا هتكون على منتصف النافذه بشكل افقي، وطبعا انا مقدار الازاحه من ناحيه اليسار 90%. وبعدين بنحدد هنا سنتر واي، اي هنا في منتصف واي، اي في منتصف النافذه، لكن في الاعلى بنكتب هنا مقدار الازاحه من حيث الارتفاع 95%، يعني هتكون في الارتفاع 95% اي اعلى النافذه. بعدها بنحدد الويدجت الاخر، وهو ويدجت خاص بالصوره الايمج، طبعا صوره الايمج دي هتظهر داخل السكرين وليس داخل النافيجيشن بتون ايتم، لا هتظهر داخل السكرين لكن هتكون مرتبطه بالايتم ده، يعني لما اضغط كليك او المستخدم يضغط على النافيجيشن ايتم 2 هتظهر الصوره دي، ولذلك اخذت الاندنتيشن هنا مرتبطة بالايتم ده. بعدها بحدد مصدرها، فبكتب هنا source images forward slash mic.png، بيستدعي هذه الصورة من داخل هذا المجلد. بعدها هنا ببدأ في وضع ايضا الايتم الثاني، فممكن انسخ هذا الايتم وابدأ اغير في القيم او اكتبه من اول وجديد، فبكتب هنا material design bottom navigation item، طبعا ده الايتم الثالث. ابدأ في تحديد خصائصه، فبكتب هنا النيم سكرين 3، واكتب هنا التكست واي فاي، واكتب هنا الايقون واي فاي، طبعا ايضا نفس الشيء الايقون دي موجوده بلت ان داخل ماتيريال كي في ماتيريال ديزاين. بعدها بحدد هنا الويدجت ماتيريال ديزاين ليبل، طبعا الويدجت ده هيظهر داخل سكرين لكن هيكون مرتبط بالباتوم نافيجيشن ايتم الثالث. طبعا بحدد التكست اللي هيظهر على الماتيريال ديزاين ليبل كخاصيه، وطبعا الخاصيه دي هتكون مرتبطه بهذا الليبل، وبنكتب هنا بين سنجل كودز يو هاف سيلكتد واي فاي، لقد اخترت الواي فاي. بعدها بحدد مكان هذا الليبل على السكرين، فبكتب هنا الخاصيه بوزيشن هنت كديكشنري بين كيرلي براكتس سنتر اكس وسنتر واي، طبعا الكي الاولاني سنتر اكس وقيمته هنا 90%، وسنتر واي ده الكي الثاني وقيمته هنا 95%، وطبعا الكي الاولاني والفاليو الخاصه به بنفصل بينهم، طبعا ده الزوج الاول وده الزوج الثاني بنفصل بينهم بكوما. بعدها بنحدد الويدجت ايمج، طبعا ايضا الايمج والليبل دول بيظهروا على السكرين، فبنحدد مصدر الصوره ايضا من خلال الخاصيه سورس، وبنحدد هنا مصدر الصوره، وطبعا مصدر الصوره من مجلد ايمجز، وبنكتب فورورد سلاش واي فاي دوت بي ان جي اسم ملف الصوره. طبعا كده احنا خلصنا الويدجتس التي ستوضع على الباتوم نافيجيشن، يبقى الباتوم نافيجيشن الان بيحتوي على 3 ويدجتس رئيسيه. ده الايتم الاولاني ماتيريال ديزاين باتوم نافيجيشن ايتم، ده الاولاني، و ده الثاني وده الثالث. يبقى انا عندي البانيل الرئيسي عليها 3 ايتم، ده الايتم الاولاني، ده الايتم الثاني، ده الايتم الثالث. بعدها ابدا في انهاء الديكلاريشنز بوضع 3 بوستروفز، وبعدها اكتب اسم الكلاس، فبكتب هنا اسم الكلاس مثلا على سبيل المثال تيست، وبعمل انهيرتنج هنا للموديل ماتيريال ديزاين ابلكيشن. طبعا انا بنشئ هنا كلاس، الكلاس ده هيكون اسمه تيست على سبيل المثال، وبعمل هنا انهيرتنج للموديل هنا موديل ابلكيشن ديزاين، وطبعا ده مكتوب مسبقا من داخل بايثون في الكيفي، معروف ان ده هيكون بيحتوي على خصائص خاصه بالكلاسات. بعدها هنا انشئ سيلف بيلدينج فانكشن، فبنكتب هنا ديفاين بيلد سيلف وكولو، وبعدين انشئ هنا متغير اسمه سكرين، واكتب هنا بيلدر دوت لود اندرسكور سترينج كيفي، وطبعا بستدعي هنا المتغير كيفي هنا هذا المتغير،
طبعا لو المتغير ده صرحت عملت هذه الديكليريشنز داخل ملف مستقل، وبشرط ان يكون الملف ده امتداد دوت كي في زي ما عملت في حلقه سابقه، بضع هنا اسم الملف بين سنجل كودز واكتب اسم الملف. مثلا لو كان اسم الملف ماي اب دوت كي في، فبنكتب هنا ماي اب دوت كي في بين علامتي تنصيص. الكلام ده لو انا انشات الديكليريشنز دي في ملف مستقل. بعدها ابدا اعمل ريتيرن ان يعود بهذا المتغير، فبنكتب هنا ريتيرن سكرين. بعدها ابدا في استدعاء الكلاس، فبكتب هنا تيست امبتي براكتس دوت ران، ابدا في تنفيذ هذا الكلاس، يبدا في استدعاء نفسه. ننفذ هذا الكود فبنضغط ران. طبعا هنا وضع لي دي الماتيريال ديزاين سكرين كلها، وضع عليها هنا بانل. البانل دي بنسميها نافيجيشن باتوم، اي هذا الجزء لما نصغر كده ونوضح الاكواد نطلع من الاول. ايوه، بنجد اول جزء اللي هو باللون الاحمر ده، البانل دي هي الماتيريال ديزاين باتوم نافيجيشن. وضعت عليها هنا ثلاثه ايتم، ده الايتم الخاص بالمايكروفون، ده الايتم الخاص بالواي فاي. طبعا هنا نبص، دي اول ايتم عندي وهو ماتيريال ديزاين باتوم نافيجيشن ايتم. النيم سكرين، هنا النيم عندي دي سكرين 1، دي الشاشه الاولى او النافذه الاولى. التكست هنا كاميرا، مكتوب هنا التكست هنا كاميرا. بعدها الايكون كاميرا، وضع لي الايكون كاميرا، وهذه الايكون هي الموجوده داخل كيفي ماتيريال ديزاين بلت ان. وبعدين وضع لي الليبل، هذا هو الليبل، ومكتوب هنا الليبل يو هاف سيلكتد كاميرا، ونجد هنا مكتوب يو هاف سيلكتد كاميرا. وطبعا البوزيشن هنت في اعلى النافذه في الوسط. الصوره هنا استدعاها وهي صوره كام دوت بي ان جي. بعدها ننتقل للايتم الثاني وهو الماتيريال ديزاين نافيجيشن ايتم، النيم سكرين 2، التكست مايكروفون، هذا هو الايتم الثاني، التكست هنا مايكروفون. الايكون الخاصة به ايضا هي المايكروفون، هنا الايتم الخاصة به هنا المايكروفون، اي هذه الايقون، وهذه ايضا بلت ان ايقون، هي ايقونة موجودة داخل مكتبة كيفي ماتيريال ديزاين. وبعدين وضع عليها الليبل، هذا هو الليبل يو هاف سيلكتد مايكروفون. ووضع عليها هنا الايمج الصورة، والصورة هنا استدعاها هو صورة المايك دوت بي ان جي. ننتقل الى الايتم الثالث، ماتيريال ديزاين باتوم نافيجيشن ايتم، وهو الايتم الثالث اللي هو ده خاص بالواي فاي. النيم سكرين 3، اي النافذه الثالثه. التكست هنا واي فاي، بنجد هنا التكست واي فاي. الايكون واي فاي، وضع لي ايكون واي فاي موجوده داخل الكيفي ماتيريال ديزاين. بعد كده وضع لي الماتيريال ديزاين ليبل، وهو ده الماتيريال ديزاين ليبل، وبه النص You have selected Wi-Fi. وبعد كده وضع لي الايمج، لو نجد هنا الايمج السورس الخاص بها فولدر ايمجز فورورد سلاش واي فاي دوت بي ان جي، وهذه هي الصوره اللي انا وضعتها. طبعا احنا هنا مجرد بنعمل باتوم نافيجيشن للتحرك بين مالتي ويندوز داخل هذا التطبيق، هو مجرد استراكشر، لكن فيما بعد هنعرف ازاي نزود هذا الاستراكشرز بفانكشنز بوظائف. ممكن من خلالها بنفتح الكاميرات ونقفل الكاميرات، نفتح المايك ونستخدمه ونسجل ونقفل المايك، وكذلك ازاي نتحكم في الواي فاي ونقفل الواي فاي لتطبيقات المحمول او تطبيقات الديسكتوب. لكن احنا في البداية كمبرمج تطبيقات بتعرف ازاي تصمم الاستراكشر الرئيسي، وبعدها بنكتب الفانكشنز. ده كان الهدف او الغرض من هذه الحلقة. إن شاء الله سأترك لك هذا الكود في رابط أسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.